الشراكه واللي اتفقنا في الاخير انه تكون شراكه بينهم شراكه ذكيه. ايوه كيف الناس تعبر بها المراحل اللي احنا فيها والمرحله اللي احنا فيها والظروف الاقتصاديه فيها عايشه البلد كلها، يعني المستطيع والما مستطيع بيمر بظرف اختصار. طيب انا هنقول هرجع عليك الثاني لحاجه قالوا زمان، يقول لك الاب شغال والناس كلها عاطله ومكلهم وقادر عليهم، والليله ممكن البيت يكون فيه خمسه شغالين وما يعني الصعوبه غايمه. فكده والله الحته دي فيها جوانب نفسيه. انا فاكر انه يمكن يكون داسوا تخطيط للميزانيه اللي هو البيت كله مثلا يكون فيه خمسه. انا داير اقول للدكتور لسه عندي نقطه خطرت في بالي، هل ظروفنا الاقتصاديه حتعدل من سلوكنا الاجتماعي؟ اللي هو قال حصه قصه الضيوف وقصه البكا وقصه الناس بيجوك في اي وقت دارين ياكلوا، هل حتخلي الناس يغيروا عاداتها وتقاليدها؟ والله في تغييرات سلوكيه في المجتمعات حاصله. ما هو مرات الظروف بتجبر خلال مشاهدات يعني ما بتجبر يعني بتفرض عليك الادابتيشن ده يحصل انه يحصل تغيير سلوك. يعني يبقى الناس تكون واعيه انه ما نمشي لاي زول في اي وقت. نكون حاسبين، نخطر الزول ده يكون مهيأ مش كده؟ ايوه قزازة حاجه بارده ممكن انت ايوه عشان تعالج الوضع يعني صح، عشان ما ندخل الناس في حرج لانه ظروف يعني انا بفتكر التحضر هو يعني شو؟ انك ما تدخل الزول السلوك رقي، تعامل بادب، ما تدخل الاخر في حرج، ما تنتهك خصوصيه الاخر. علشان كده بيبقى انتوا اللي عنده والما عنده لازم يكون في فوق الاولويه اللي هو هنرجع للتخطيط. إذا أنا قال شيء قرابي مشيت أنا وعندي 500 جنيه ومفروض أجيب 1 2 3 تلقي سعر الحاجات دي زاد، طيب البدائل المقترحة شنو؟ يعني إحنا دائما في التخطيط بنقول عندي فكرة فيها هدف أساسي، طيب الهدف ده إذا حيدنا منه هل في بدائل؟ مش كده؟ يعني أنا مشيت أشتري حاجة ولقيتها غالية جدا، طيب الخيارات المتاحة غير شنو؟ هل بس يا دي يا ما في؟ ونحن طبعا عندنا الفكرة دي في السودان كثيرة، لو ما لقيت دي معناتها نحن تورطنا. الناس كلها يقول لك والله دكتور انا حسوق الرشا لحته ثانيه. ايوه ان هي ذاتها بدائل الوجبه شنو؟ يعني هل البصل ده يبقى جزء اساسي وفي كل الاسعار؟ اصلا اساسي واللحمه تكون واللحمه تكون اساسيه في اللحمه ممكن الاستغناء. والسؤال اللي انا قبل سالته يمكن في بدايه الحلقه قبل ما نبتدي انه نحن وجباتنا كلها الحله دي البصل ده لازم، ونحن عارفين البصل ده اغلى شيء البصل اللي داخل الحله وداخل في وجباتنا. طيب انا هل ممكن يكون في اللحمه ذاتها الرز ممكن هل الدول الثانيه عنها يعني ممكن هل الدول الثانيه ما قاعدين يستخدموا البصل بالكميه دي ما قادرين ياكلوا؟ طيب هم بيعملوا شنو؟ بياكلوا ملاحات زينا يا دكتور. طيب يعني نحن ممكن ناخذ بدائل شنو؟ ومثلا انا قبيل بتكلم هل اللحمه لازم يكون والله البصل ده ما عنده اي بديل يعني نحن حاسه الطبيخ اللي يحط البصل ده وش كيف يتكلم عن الميزانيه يا جماعه؟ بيبقى حتفرض علينا الظروف الاقتصاديه ان نعرف القيمه الغذائيه للطعام بتاعنا، ما الكميات، النوعيات. يعني ناس برا ما جبرتوا للظروف، ما تفتكروا ناس برا ديل هم بيجوا يحسبوا النوعية لأنه كان مرت بهم ظروف قاسية جدا خلت أي شيء محسوب. يعني ما بس على العلم، الظروف جبرتهم أن يحسبوا كل شيء بدقة. إحنا حسب بنمر بالظروف دي عشان نحسب كل شيء بالدقة دي. لكن طبيعة الأكل نفسها هم أكله ممكن يكون نواشف نوعا ما، نحن طيب أكلنا لازم طيب الملاحات. طبيعة الأكل ذات نحن ما ممكن نعمل ملاحات. يعني أنا حاسة قبل شوية سألت الخالة برا قبل ما نبتدي قلت لها البامية المفروكة دي ما ممكن تكون من لحم بدون لحمه؟ قالت لي كيف تكون بدون لحمه؟ لا لا العظم كبير كل العظم كبير مثل يكون العظم كبير. طيب انا الفكره حاسه في طبختي بتاعت الباميه انا داير اركز على الفيتامينات والمكونات الموجوده في الباميه ام في اللحمه؟ طيب هل انا ممكن الليله اخذ باميه عشان بكره في الغداء اخذ لحمه مثلا في العشاء اخذ الباميه ولا في الغداء؟ ولا الا الباميه دي تكون جوا اللحمه جوا الباميه بنفس الطريقه التقليديه؟ هل البطاطس ممكن ينتبخ بدون لحمه؟ هل يبقى بعد ده نحن بنعلل القيمه المحسوبه بسعرات الحراريه في اليوم؟ انا اوزع وجباتي كيف؟ دي دايره ثقافه عاليه عشان انت ما تجيك سوء تغذيه مش كده؟ توفر كل الاحتياج اليومي، لانه انت لو حاولت تاكل هي بالمباصره ممكن تلقى ان القروش اللي بتوفرها كلها بتروح علاجات. ايوه الناس حتمرض. يبقى الظروف حتجبرنا نكون نرجع للعلميه ونرجع للدقه جبرت الاخرين انه يمشوا في نفس المنهج. التحضر انه بقودنا لانه احنا لازم نكون مخططين، لازم نعين لقيمه الاشياء ما كميه الاشياء. قيمه الاشياء. يعني الفكره اللي فيها كسره وبطاطس ورز وشعيريه ومكرونه في الوجبه الواحده ما فيها قيمه غذائيه. قيمه واحده. والجسم بيحتاج لكم من النشويات؟ يبقى ده كله ضيع قروش.
طيب انا محتاج لشنو لاطفالي ديل في البيت؟ هل كلهم ياكلوا الرز ومكرونه وشيء في نفس اليوم؟ يبقى الخطه دي ما صحيحه. مش كده؟ هل ساردين وسمك وفي نفس اليوم يعني ضروره؟ يبقى نحن بنعايل القيمه والتوزيع. طبعا احنا عندنا اهم حاجه انه الصينيه يكون فيها كم صحن مش؟ والله كان زمان دكتور هسه يعني طماطي. ممكن ثلاثه مثلا، ثلاثه دي لو الحاجه هسه يقول لك صحن سلطه. هي ما ثلاثه يا رشا، انا بتكلم هي ذاتها، هي الوجبات ذات كم؟ اثنين هم بيجوا اثنين خلاص ده برضه سؤال يعني ما زي زمان في اللي اثنين ديل هل فعلا ثلاثه سبحانه زي عندنا والله بلا يعني ممكن تقول الفئه الوسط يعني مثلا عندك الملاح عندك واحد من النشويات اذا كان مكرونه او رز عندك سلطه مثلا يا رشا الوجبات ما اصلها اخواننا من زمان اثنين لكن بالمسا ده كان جحتي وحلتك حقة الملح ما قاعده ايوه والله ما انا بالليل ذاك ولا بيمرضنا ولا ده يكون بالك ملاح هسه قاعدين مريض الاولاد الحسن ما بيمرضوا كبابين الاولاد دايرين دليفري ها دايرين الحرقان عايزين الدليفري لكن شنو ما بيمرض لكن انا بتمنى اي ست بيت ام شاطره حلتها حقة الرز دي تكون كل يوم فيه وتهدي لها النار يعني الرز لكن بيتاكل 200 في عنده اوقات معينه ما عنده اوقات معينه يدروا حبه سكر يدوا له دايروا 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 بلبن ممكن يقلبوا لبن ما اسمع دايروا بخضروات ما تدوير انا بقول له شنو بقول له دي ثقافه تدوير الطعام والبطاطس بي حبيبي لازم شرقاسي البطاطس بدون لحمه يا استاذ يا رشا البصل ده تسوي التوم البصل ذاته قال لك خليه لا البصل ما دايره بالثوم بس تقدح الثوم ده وبطاطس هي تكون محمراها مربعات وترميها فيه وحتى الصلصه كده والله لا تعرفيها بلحمه ولا تعرفيها بمفرومه ولا ده ولا ده الحياه دايره تدبير والتدبير ده اللي مره واعيه والمره الواعيه دايره لها ربع معنويات من الرجل برضه رجعت لنفس النقطه تدبير من المره معناها تمسك الميزانيه هي صح؟ التمسكه ايه التمسكه لكن انا بخاف من شنو يمسكوا عليها تقوم تمشي تحالي الاستاذه فاطمه الشاذلي تقوم تمشي السوق ماشي لحاجه معينه تاخذ لها حاجه ثانيه عادي دي عدم ثقافه في السوق والاولاد اللي بيمروا ما في الاخير اكل لكن ولا تمشي لحاجات ثانيه يعني نقعد عيد تخلي الاكل دي مشكلة النساء انه بيحبوا الشراء بيحبوا الشراء ثقافة التسويق وبعد ذاك بيبقى الهدف الاساسي المشروع ممكن يتنوع بدل يطلع في الحاجة الاساسية يعني تلقى كريم تشتري تلقى ما بعرف شنو غالي تقول لك ده كله محتاج له كله محتاج له الاولوية شنو